خلاص تمام. الآن إحنا هي عملنا البوكس، وزي ما حكينا كان هو 3 أو 4 في 4 في 3، تمام، 4 في 4 تحتان في 3، أوكي، الجانب يعني، وهذا الجانب، الشخصية من الجانب، هذه الشخصية من الأمام، وهذه الشخصية من فوق ومن تحتان. الآن هنا إيش حنختار إحنا؟ حنختار two faces على أساس نبدأ نعمل مثلا الرقبة وبعدين الجسم والرجلين وهكذا، تمام؟ طبعا اخترتهم، حضرت رقم واحد، تمام؟ وش حنعمل الآن؟ حنعمل extrude، extrude حرف الـ E أو إما اللي هو الأيقونة اللي هان. طيب هاي حرف الـ E، تمام؟ خلص هو لحاله هنا بيجي على الجسم، ممكن هنا تعمل سكيل أنت وتطب هذا شوية، لكن إحنا هذه خليها الآن، بتعمل كمان مرة extrude، ونروح الآن برضو نكمل على الجسم نفسه. بعمل هنا ممكن انا سكيل، تمام، ايش في تسالني اخذناها زي هيك بعمل طب لا احنا عملناها انه كت ومشيناها تفاصيل على الجسم مش كده بالضبط، احنا اكسترود شغلناها تمام. كمان مره اكسترود الان برضو حرف الاي مننزل ايش لا عند الرجلين من تحت، وبرضه ممكن اعمل انا هنا سكيل، انا يعني سكيل وانا بدي اعمل سكيل على الواي والله على الجسمه السكيل على ايش؟ على الاكس، هاي اكس، تمام تمام. طيب الان بدنا نعمل اللي هو ايش؟ بدنا نعمل ايش الان؟ نختار بس فيس واحد، نعمل رجل واحده يعني، تمام، ونرجع على اللي هو الفرونت فيو، يعني انا قاعد بمشي بس على ايش؟ على الشكل، تمام، وبدون تفاصيل، بطلش التفاصيل، برميها وراي الآن، بس بدي أعمل لسه الهيكل الأولي، هاي إي، هاي الرجل، تمام، برضو بدي أعمل هنا سكيل على الإكس، تمام، صغر شوية، وبعدين أعمل إيش؟ موف على الإكس برضو، عشان أجيبه على الرجل هنا، أعمل كمان مرة إكسترود، خلص، ولا سكيل ولا حاجة. مش عمل سكيلها بعدين تمام. الان نختار الفيس هذا، حلو، بعدين ايش حنسوي الان؟ حنعمل اكسترود، بس حنعمل اكسترود في ال... في السايد، في السايد فيو، ممتاز، اعمل اكسترود على الواي، تمام، يبقى هيك انا ايش سويت؟ ولا حاجه تقريبا يعني، لسه شكل يعني اول. طيب الان وين حنروح؟ طيب خلينا نروح على السلايد مع بعض عشان نشوف ايش اللي عملناه. يعني في السلايد نوعا ما مرتبهم الصور حسب الشكل اللي كنا عاملينه في البرنامج الماي. عملنا هاي، عملنا الرجلين برضو زي ما احنا عملنا انكسترود، تمام. طبعا هنا ما تطلعوش كثير على الكلام لانه هو معمول بالماي، لكن انا حاولت انه اشيل كل شيء له علاقه بالماي. انا حنختار الفيس اللي بدي اطلع منه الايد، تمام، حمد الايد وبعدين حطلع منها، ضلكوا حافظين بس، حطلع منها انا اللي هو فيس، وبعدين كمان مره فيس، وهي حطلع منها الاصابع، ثلاث اصابع حامل، تمام، اماميات، وبعدين حيش حنعمل اللي هو الثلاث اصابع، اطلعهم يعني اطلع في المنطقه هذه، وبعدين اطلع الاصابع. في شغله بس اكسترود انديفيديوال فيس، خليكم حافظينها، ماشي؟ عشان هذه نطلع يكونوا الاصابع نفسهم عن بعض يعني. لما نجي نطلع مع بعض الآن. خلص حافظين أنتوا صح؟ إيش حنختار هاي؟ ماشي اللي هان. حروح الآن على رقم واحد. هذه بس نخفيها بالحرف الآن. حنعمل إكسترود الآن، بس أنا يعني تخليكم معي شوي عشان بديش يصير مشاكل معايا. هاي هذه هيك طلعناها. تمام. ممكن أعملها لتحت. الان بدي اعمل انا ايش؟ بدي اعمل موف، ايوه ايوه ممتاز، موف على الزد، هي جي، هي حرف الزد، تمام. الان بدي اعمل ايش؟ لا قبل السكيل بدي اعمل روتيت، بس تعدلها عشان لما اجي اعملها يكفي كمان شويه. بدي اعمل روتيت، بدي اعمل الروتيت منها على الواي لجوا، انه هي ما حكيش هيك بس توقف. طيب انا حقول اعملها زي اعملها هيك على الواي تقريبا، ايوه بالضبط. بخليني بس اطلع عليها شويه اشوف في مشكله، لاحظوا ملاحظين سكيل واحده
هي من تحت. بس غريبة ليش هو ليش طلعت اصلا هذه اكبر؟ انا لما جيت عملت لما وسعت الشكل من تحت كانت لا، لما انا عملت توسيعه من تحت ما رأيتش نعمل على الاكس السكيل، رحت عملت سكيل بدون ما انتبه للموضوع الاكس، فعمل على الواي والش اسمه على الواي والهاد. فعشان هيك احنا ايش حنعمل الان؟ حنعمل تراجع، وانا بديش اتراجع عن كل شيء، بس على الاقل بدي مشكله، هذا هي مش مشكله كبيره، بس هضطر اختار هذا وهذا وهذا، هضطر اختار كثير على كل، مش مشكله، انا يعني بحب اتراجع مش قصه كبيره. شايف هنا لما جينا هنا احنا تمام، انا المفروض هنا لما اجي اعمل سكيل، مش سكيل عفوا، موف، انا بدي اعمل سكيل هنا صح؟ سكيل بدي اعمل سكيل على الاكس، فانا ما عملتش على الاكس. لا على الاكس، متاكدين؟ لا. لا شايفين؟ مش نفس الاشي، من جنب نفس الاشي. لا الحين بدي اعمل، لا خلص الحين اعملها انا قدامكم بسرعه، مش مشكله. هاي سكيل جسم اكسترود كمان مره، حلو. هاي الرجل شايفينها نفس العرض هان. خلص انا بدي اعيد شويه، اكون هذه الاعاده مش مشكله، بس افرجيكم ايش الشغل اللي عملت لنا الشيء شويه حيغلبنا في المونيك. ما علينا، المهم هاي اكسترود للرجل تمام. الان قلنا سكيل على الاكس صح؟ بعدين موف على الاكس، بعدين اكسترود لتحت تمام. بعدين نروح نختار الفيس، نروح على رقم 3، اكسترود وين؟ لقدام. خلص الان عاد نيجي هنا على الايد تمام، خلص نشتغل الان عادي. هنا انا هعمل اكسترود تمام، هاي اكسترود، لا مش نفس اللي حنت تشوف، هاي بدي اعمل الان انا موف على ايش؟ زد، على الزد. لا واحرك هيك كمان، انت اطلع عليها هي مش مشكله فيها تمام. طيب الان حنروح على رقم 1، الان ايش بدي اعمل انا هنا؟ بدي اعمل سكيل على ايش؟ على الزد الان تمام. بدي اعمل لها بس شويه هذيك خفيف، ايوان. الان احنا بس نطلع عليها برضو تمام، فيش مشكله. الان ممكن لو بدنا هنا يعني نرفعها شويه او نضيقها على المنطقه هاي، يعني ما فيش مشكله، ممكن اذا بدك تعمل شغلة زي هيك تمام. يعني ممكن تشتغلي مثلا تعملي هيك شويه تطبيها مثلا، ممكن هاي اوكي. خلص هو احنا اللي بهمنا الان ايش قلنا؟ يلا بدنا نخلص البيد الان، ايش بدنا نسوي الان؟ اكسترود شويه قلنا هيك، كمان اكسترود ونقف عند المنطقة هذه. الان بدنا نعمل نختار هاي ونختار، سوري نختار كمان. الان هنا كمان في برضه نقطة، بقدر انا اعمل اكسترود للتنتين في نفس الوقت؟ كيف؟ حددتهم ايش؟ هيا معهم انديفيدوال لحالي. برضه الت اي، هاي الت اي، الت اي اطلع لي شو اسمه؟ لحظة تمام هيك، اي الت اي بعدين ثانية ثالثة انديفيدوال فيسز.
برضه انديفيديوال فيسز يعني ماشي الحال. ما انت قلت ناخذهم مش هنا كويس كويس حفظتوها هي كل شيء ثاني ممتاز. طيب انا اقول لان هيك نفترض نخلص هاي الاصابع حلو بدي اعمل برضه اكسترود كمان مره لهم عشان اعمل منطقه هذه اه قبل يعني ما اعمل الاصابع تمام لان هي اكسترود شحطه صغيره هيك. الان بدي اعمل اكسترود مره ثانيه بس ايش هنا في الانديفيديوال فيسز تمام اللي اخترناها قبل شوي بدكم تحفظوها يعني الانديفيديوال فيسز بتلاقي ايش هو نعمل بالعكس الحركه اه شوي تمام. ليش انا عملت هيك انديفيديوال فيسز اساس لانه خلص افصلهم عن بعض خلص هذا نفصله وهذا نفصله كاصبع وهذا ممكن ايش هنا احنا نعمل له سكيل تمام. طبعا ممكن تعمل له الحين سكيل وتصغريهم الاصابع من قدام اه مش مشكله ما يعني المهم نيجي عشان الوقت الاصبع هذا حلو الاصبع هذا بدنا نعمل في الاول اي انسكت تمام يعني زي اعمل قاعده وبعدين ايش اعمل بعدين اعمل اكسترود اظن حكيت فيها الاي هذه قبل مره اه تمام هاي اكسترود الاصبع هذا حلو. طيب الان هاي رحنا نروح على رقم واحد مع الاوبجكت مود في شيء نحن نسوي لها اديت مود اديت مود سوري حد اديت مود وبعدين بدي اروح على الفيرتسز وامسح هذول بدي احذفهم ايوه نعمل ميرور ممتازين كيف بدي احذفهم طيب هاي اكس وبعدين فيرتسز خلص تاكد انه اه شرفيه على سكيل خلص تمام. الان احنا نروح على الاوبجكت مود حلو الجنب هذه ايوه لا ايوه تمام نعمل ميرور نضيف لها اي ميرور حلو بعدين في الميرور هنا لو رحت الان على الايديت مود نقدر بس نخفيها هذه اه عشان نشتغل على الجزء هذا يعني. طيب الان طبعا احنا خلصنا هيك النص الاولاني هذا انت ايش مطلوب منكم مطلوب منكم في الاول نطفي هذا.